بسبب مواقفنا اللي اتخذها رئيس الجبهة صالح المطلق، بالرغم من أنهم يتفهمون جيدا لأنهم قريبون مني لماذا يتصرف صالح المطلق بهذه الطريقة، وكنت بمنتهى الصراحة وياهم أن مواقفي هي لحفظ دماء العراقيين، التي أرى أن بموقف متطرف مني أو بموقف ربما قوي بمفهوم القوة اللي الناس تريدها سيؤدي إلى اقتتال في داخل الشارع. يعرفون موقفي هذا وأني غير مستعد لأن أضحي بدماء العراقيين من أجل أصوات. قلت قسم منهم يعرفون، كبير يعرفون هذا الموضوع، ولكن فكروا في المستقبل السياسي، فأعطيتهم كل الحرية وتفهمت موقفهم أنه أنتم تفكرون في المستقبل السياسي لكم كأفراد وهذا حقكم الطبيعي، لكن أنا ما راح أفكر مثل ما تفكرون. اللي يريد يخرج من جبهة الحوار يعني ما راح أزعل عليه، يتوكل على الله ويخرج من جبهة الحوار لأنه يفكر في مستقبل السياسي. أما أنا فسأبقى مصر، أنا ومن يبقى معي، على هذا الموقف الذي يحمي دماء العراقيين في هذه المرحلة الحرجة ويحمي وحدة العراق مهما كانت النتائج. وسيأتي يوم، سيأتي يوم، وقلت لهم هكذا، سيأتي يوم التاريخ يذكركم في هذا الموقف. واليوم بدأ يصير واضح عند الشارع العراقي، بدأت الأمور تتوضح، وبدأوا أهل العامرية يعرفون لو صالح المطلق واقف موقف يعني أكثر يعني حدية من المواقف اللي اتخذها ما الذي كان قد يحصل، وكذلك في السيدية وكذلك في ديالة وكذلك في الموصل. لكن وكذلك في الانطباع لدى جماهيرك يعني اللي وصلني يعني اللي استشفيته انهم يشعرون انك دخلت في صراع حزبي مع طرف اخر بالعراقي اللي هم متحدون، وغلبت الانتصار حزبيا، الانتصار لكيانك السياسي على 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 مصلحة جماهيرك لما اختاريت تقريب من رئيس الوزراء تحديدا. لا شوف، يعني اولا مو انا اللي فضلت الخروج من القائمة العراقية. القائمة العراقية ظلت حريص عليها وانطيت تضحيات كبيره من مواقع لجبهة الحوار، انطيتها للاخرين حتى تبقى القائمة العراقية واحده. لكن الاخوان في قائمة متحدون قرروا ان يذهبوا من مشروع طائفي، مشروع سميه سني لا تسميه طائفي. انا اعتقد هذا المشروع فيه خطورة على البلد، بالرغم اكو مشاريع طائفية بالطرف الاخر، بس احنا المفروض ما نفوت به لانه فيه ضرر على السنة وفيه ضرر على العراق بشكل عام. هم كانوا يريدوا قيادة سنية ويريدوا ان يكون المشروع سني خالص. انا كنت معترض على هذا الموضوع، وكنت أريد أن تبقى القيادة كما هي والقائمة كما هي بوجود عياد علاوي رئيس لها، اللي هم طبعا رفضوا، قالوا أنه خلص عياد علاوي انتهت مرحلته، نحن نريد قائد سني يقود هذه المرحلة، وأنت القائد الذي نرشحك لهذا الموضوع بشرط واحد، تفصل جمال الكربولي وكتلة الحل من القائمة العراقية. يعني بذات الثوابت اللي أنا مؤمن بها، مو حبا بزيد أو بعمر أو قناعة بزيد أو بعمر، لكن بذات الثوابت اللي تمسكت بها منذ البداية أن تبقى القائمة العراقية واحدة وأن لا نخسر أي طرف في هذه المرحلة مهما كانت ملاحظاتنا على هذا الطرف، ونترك الموضوع إلى ما بعد انتهاء هذه المرحلة ثم نبدأ بلملمة أمورنا بطريقة تختلف، نشخص فيها من خان ومن لم يخن، من كان متمسكا بمشروع أو لا. فوجئت في أنه راحوا شكلوا القائمة، ظلت شهرين شهر ونص شهرين ما أقبل أشكل قائمة،
أرسل لهم يعني قسم من إخواني في أن يعدلوا عن هذا الرأي ويخلوا القائمة كما كانت، حتى لا نحبط الشارع، حتى لا الشارع يقول القائمة تفرقت وراحت وضعفت وبالتالي ما يطلع الانتخابات مثل ما صار. حاولت جهد إمكاني، لكن جاءنا الخبر اللي يجي ويانا أهلا وسهلا، واللي ما يجي ويانا ندوس عليه ونمشي. ما بقى أمامي إلا أن أخذ الخيار اللي أخذته. إذن بسبب الكربولي نعم افترقت عن المتحدون. نعم، الكربولي وأياد علاوي. وأياد علاوي. الموضوع الثاني موضوع قربي من المالكي، هم كانوا أقرب على المالكي من عندي، وتأكد أنه هم يعرفون والأخوة في مجلس الوزراء يعرفون أنه الذين يتكلمون اليوم عن قرب صالح المطلق من المالكي ومو غلط بصراحة. يعني أنت من تريد تشارك بحكومة وأنت نائب رئيس وزراء، العلاقة الصحيحة هو أن تكون قريب من رئيس الوزراء في علاقتك، مو تكون بشد يعني بشكل مستمر معه. وللأسف احنا فقدنا، أنا بالنسبة لي أعتبر أنه قصرت في مرحلة المراحل، لأنه كان هناك شد قوي بيني وبين رئيس الوزراء، بحيث طوقت في صلاحياتي في إمكانياتي، ما أعطيت حرية للعمل، بينما لو بايع نوع من المرونة كان أفضل، لأنه هذا الشد ما أدى إلى نتيجة. لو ما أدى إلى نتيجة بيها وجهة نظر، بس ما أدى. أنت تتنصل عن تصريحاتك السابقة خصوصا؟ لا، شوف هذا ما له علاقة بالتصريحات. ما أنت تقول أنا؟ لا، أنا أقول الشد اليومي بالعلاقة، أما أن وجهة نظرك تقولها في يوم معين في ساعة محددة. بس دكتور، يعني أنت تعتقد الساحة تتسع إلى طرف ثالث غير السني والشيعي؟ ما تعتقد أنه أي طرف يحاول يكون طرف ثالث معتدل هي يعني هذا ضحك على الذقون، لأن الساحة هي طائفية أصبح. فكر بتقسيم البلد إذا أنت لا يعني هذا الواقع اللي تشوفه. أي إذا الواقع هذا معناه، هذا يعني أنه إحنا أولا وآخرا رايحين إلى تقسيم البلد إلى شط طائفي إلى ربما احتراب. أنا ما أريد أكون جزء من هذا الموضوع. ربما أن هذا المشروع اللي أتكلم عنه قسم منه يصور خيال رومانسي. أي رومانسي سميه أنت، لكن بالنسبة لي هذا هو الخيار الوحيد الذي يبقى العراق واحد، ولازم ما زلت أفكر بأني أريد عراق واحد، وبالتالي لا بديل لي إلا في هذا المشروع الوطني الذي يؤلف بين السني والشيعي وال يعني التركماني والعربي. يعني أنت تعتقد أنت في موقع متكافئ مع رئيس الوزراء، مع كتلة رئيس الوزراء، أم أن رئيس الوزراء بصراحة، هناك من يقول أن رئيس الوزراء يستخدم التقرب مع حضرتك في محاولة لشق صف الجبهة السنية وأي أيضا لتقوية الجبهة اتجاه الكرد. ما تعتقد هذا شيء مرحلي ممكن يكون؟ يعني ليش شق صف الجبهة السنية؟ هو أنا ما منشق عن الجبهة السنية، أنا صحيح نزلت بقائمة وهو نزل بقائمة، بس أنا يعني إحنا يعني كلانا يسعى لخدمة بلد. ليش حتى تشتت بالأصوات بانتخابات مجالس محافظات؟ هاي مو المالكي سواها، هو السؤال لو أنا مسويها تقول المالكي حسب نظريتكم أثر عليه وسويتها. اللي سووها الإخوان، وأنا اللي كنت واقف ضدها وواقف وبقيت شهراً ونص إلى شهرين ما أقبل أشكل قائمة جديدة حتى لا يصير شرخ في هذه القائمة. إذا لا المالكي إلى دور في هذا الموضوع ولا أنا إلى دور في هذا الموضوع. صحيح المالكي حاول أن يضعف القائمة العراقية طيلة الفترة اللي تأسس بها القائمة العراقية، لكن أضعف من؟ أضعف أو أثر على مجموعة بالأساس كان هناك اما خطا في التصرف معهم من قبل القاده او خطا في الاختيار، وهذا مسؤوليه القاده في العراقيه. شوفني واحد من جبهه الحوار انشق عن القائمه العراقيه، ماكو. اما ان ينشقون من قوائم اخرى هذه مسؤوليه القوائم الثانيه. طيب. نحن
باقين على أنه نفس الثوابت اللي بدينا بها نريد القائمة العراقية تستمر عليها. اللي استمرت أهلا وسهلا، ولا ما استمرت أكو فترة من الفترات الإخوان خاصة الإخوان المسلمين خلي أقول شعروا بزهو الانتصار في مناطق معينة بالعالم العربي، فأرادوا يسحبوا هذه التجربة على العراق وقالوا لك احنا خلاص انتصرنا بتونس، انتصرنا مصر، على وشك أن ننتصر بسوريا. في ذلك الوقت كان عندهم توقع بهذا المجال، إذا الموضوع لسنا بحاجة إلى الآخرين، نحن سنكون القيادة العراقية. العراقية يعني هسه جذر العراقية وين؟ متحدون ولا في صفك؟ جذر العراقية في مشروعها. شلون تأسست على شنو؟ تأسست على مشروع إخوان المسلمين؟ أكيد لا، تأسست على مشروع وطني. نحن أصحاب المشروع الوطني ونحن المتمسكون بالمشروع الوطني. لكن من يمثل العراقية في البرلمان هو سيد الجميلي من كتلة متحدون. لا، هو سيد الجميلي مو يمثل القائمة العراقية، رئيس كتلة انتخب في وقت ما كان بالقائمة العراقية. لم يعد رئيس كتلة؟ لا، إلى حد الآن ما صارت انتخابات جديدة، لكن ممكن يصير انتخابات ويبقى وممكن يطلع، ما له علاقة. يعني مو لأنه رئيس القائمة إذن هو يمثل القائمة. اللي استشفه من كلامك متحدون هم امتداد المشروع الإسلامي بالمنطقة. أكيد بوضوح. أكيد. يعني أكيد. هم امتداد إخوان المسلمين. هم امتداد إخوان المسلمين قلت لك يعني الشعور بالانتصار خلاهم يندفعون أكثر نحو كونهم امتداد لهذا المشروع. هسه بعد هذه الانتكاسات تغيرت الأمور، لما تغيرت راح يكون عليها الزمن القريب. وأنا بالمناسبة على قناتكم، على قناة الشرقية، حذرتهم قبل أسبوع مما يسقط مرسي. قلت لهم أن مرسي ذاهب، وأنكم إذا كنتم تريدوا أن تعيدوا تجربة مرسي في العراق فأنتم واهمون، لا تعولوا على هذا الموضوع. مرسي سيذهب هو وحكمه، ولن يحكم مصر ولن تحكم مصر من قبل الأخوان المسلمين. طيب أنت طرقت في حديثك إلى نجبة حواري ضحت بمناصب، وفي حديث سابق لحضرتك قريته ذكرت أنه منصب الوقف السني هو يعود إلى جبهة الحوار. صحيح. راح تطالبون بي؟ ما هذا الوقت بعد، يعني هي ضيعوا علينا الفترة كلها بصراحة. احنا كنا قاعدين بالاجتماع، ضحينا بوزارة الزراعة، كانت وزارة الزراعة عندنا وهي لا زالت يعني ضمن حصة جبهة الحوار. لما انسحب زين الدولة هي كانت فرصة سانحة. اي بس ما استغليناها. ما استغليناها. يمكن حس ورجع. ما استغليناها لأنه مردنا نستغلها الحقيقة. يعني احنا هذا يعني السلوك يعني شو تسميه انت المبدئي الحنبلي معنا انه خلاص ما نطعن من الخلف. فالوقف السني كان من حصة جبهة الحوار. عد ما اخذت المناصب الاخرى وترحوا الجماعة قالوا لا ما يصير، هذا مال المسلمين وثروة المسلمين وكذا، يعني ما يخاف احنا شنو؟ احنا مو مسلمين. المهم ذاك الوقت كان علاقتهم بالسيد المالكي قوية جدا. راح تفضل بالمنصب. فعلى عكس ما كانوا يقولون ان صالح المطلق له علاقة، العلاقة كانت بينهم وبين المالكي. طيب. فالمالك انحاز لهم بصراحة. واحتفظ لهم بالموقع بالرغم أني قلت له في أكثر من مرة هذه حصة جبهة الحوار، ولكن المشروعين مشروعه ومشروع الإخوان كانوا متقاربين في ذلك الوقت، فلهذا السبب أو لأسباب أخرى